احنا ممكن نعمل ايه علشان نقنن ونقلل يعني احنا نحاول ان احنا ايه عارفه تلمي الدنيا يعني نعمل ايه؟ والله انا عن نفسي انا عايزاهم يقفلوا التيك توك يتقفل صح يتقفل والله العظيم بجد، لاما بجد يعني خلاص احنا نحط فعلا قوانين. شوفي انت بتقولي ايه نقنن بجد يتحط قوانين ان احنا نحجم الناس دي ان انا اطلع للاهانات وشتايم والفاظ غريبه جدا وحقائق غريبه. وبرده بعتب الفتره اللي فاتت ديت انا اكتشفت حاجه بقى اني كل شويه يطلع محامي او مش عارف ايه حد من الموجودين على السوشيال ميديا يعمل بلاغ ضد بنت مثلا طالعه ايا كان نوعيه لبسها او ايا كان الطريقه اللي طالعه بتثير بيها الجدل يعني، فديت لازم احنا ناخدها ونروح نحاسبها. اوكي انا معاك. طب زي ما انت بتحاسب ديت على لبسها ولا على رقصها ولا على الطريقه اللي طالعه بيها، في ناس طالعه بتهين الدين الاسلامي اصلا. صح. يعني ما تطلعي واحده بنقاب وتقعد سوري بقى تعمل ايحاءات غريبه وتعمل المنظر غريب والمفروض لابسه نقاب. انت يعني دي بقى لابسه لبس مش لابسه نقاب. انا ما انا عايز اعرف دي متسابه ليه؟ يعني اشمعنى دول اللي طب دول بقى معلش لا طالعين هما لا بس في كده. لا في حد كانت كده منتقبه وخلص السلطات اخذتها لسه للاسف موجودين منهم دلوقتي عينات لحد دلوقتي للاسف. يعني انا فعلا في حد طبعا انا مش هما اساءه للدين طبعا جدا طبعا. ليه؟ اما دول برضو لازم ان هم يتشالوا. فلا انت لو بتتكلمني عايز تعمل لي قوانين وتقنن فعلا لازم تحجم الناس ديت، لازم اللايف يكون فيه احترام اكتر من كده. لازم على الاقل يبقى فيه حتى كمان محتوى. او انت النهارده لما هتطلعي مثلا تطبخي وانت نفسك لما تطلع يا ريتك تعمل فعلا اي حاجه، يا ريتك بتطلع تدي معلومه، يا ريتك بتطلع تدي نصيحه يا سيدي وبتاع، وبعد كده تفتح اللايف بتاعك وتستنى الدعم بتاعك، بس في نفس الوقت وانت جوه لايفك انت بتدي هدف. احنا النهارده اللايف لا اما بنعاكس لا اما بنهزر لا اما بنشتم لا اما بنتريق على بعض، هو ده اللي موجود. لا هو صعب قوي ان انا الاقي شاب قاعد بيقول ايه يا جماعه كبسوا كبسوا يا جماعه الاسد يا جماعه وصوات مش من مش عارفه اللي هو شيء من الرجال. لا مش حاسه انه ده ينفع وحد بيصوت وحد لا مش حاسه ان ده لا انا مش مجتمعنا مش احنا مش يعني ده الراجل اللي انت تتجوزيه لا طبعا لا ولا اي واحده تتجوزه الطبيعيين البنات لا. ما هو دلوقتي خلاص بصي هو اكيد يوم ما هيفكر هياخد حد هياخد حد جوه الايريا بتاعه لان هو طبعا دلوقتي انت ما لو ركزتي بقى كمان ان انت هتلاقي النهارده عندها 17 18 سنه مرتبطه بشاب عنده 19 20 سنه وممكن يكونوا اتجوزوا كمان ويطلقوا يتجوزوا تاني عادي مفيش مشكله او تسيبه وتلاقيه يتكلم واحد تاني. وما شاء الله احنا بقينا واخدينها ترندات صح. فلا اصلا لا الشباب اتعلمت الرجوله صح. ان انت اصلا يعني انت معلش اخدت حد السوشيال ميديا بقت ملهاش كلام من اللي عليه والاهالي بقت سايبه. انت بتشوفي كمان دلوقتي اسوأ من ان احنا بنتكلم على شباب وبنات فاتحين لايف ان الام طالعه بتستعرض ببنتها في لايف صح دي حقيقة. اللي الاب سايب بنته تشتم وتهين وتقل ادبها عليه في لايف. فاحنا احنا خلاص يعني عدينا ان كمان المصيبه السوداء الاكبر الاهالي صح. الاهالي ايوه بصي في ناس مع يعني ما فيش عليهم رقابه لان اللي اهله مش موجودين الاهله اتوفوا اللي لكن مش كل اللي على التيك توك ما لهمش اهالي. بتقعدي تسالي هو فين اهالي الناس دي؟ لا ما هو دلوقتي يعني كمان ما احنا جبنا بقى بابا وماما معانا يعني وانا جاي جبت معايا بابا وماما ده اللي ما لهمش كمان بقى سوري بقى اهاليهم ما تعرفيش هم فين. هم خلاص بقوا واخدينها كمان محتوى. يعني ايه مثلا انا يكون عندي مشكله بيني وبين والدي وده وارد وبيحصل ان انا اطلع اعرضها على السوشيال ميديا؟ يعني ايه اطلع اقول بابا جاي يفتكرني بعد 20 سنه انا ماما اللي ربيتني؟ ايه الفخر في ده؟ وايه كمان حتى اللي يعني انت حتى بتكسبي تعاطف الناس من انهي ناحيه بالظبط؟ على حساب بيتك واهلك على حساب مين؟ على حسابك؟ طب وما فكرتيش في ولادك اللي جايين في المستقبل لما هتيجي تبصي لولادك دول وتقول لهم تتكلميهم عن جدهم؟ صح. احنا اتربينا ان احنا حتى لو كانوا اهالينا عاملين حاجه غلط ما نقولش بالظبط